Marhaban.선생님, 선생님 같이 하실래요? 오늘 못 드시나? 아니, 안 보여요. 알라 왔살람 케이프쿤 샤크바르쿤 사라 안녕하세요 마라하바 아마바드 와슈투니 주마 무바락 알라 유바르크 픽 알라 유바르크 픽쿠 알렌 마리암 안녕하세요 무스타파 안녕하세요 루트피 할라왈라 송디나 안녕하세요 케이프쿠 알힌 비코리아 비펠즈 왈힌 사 시타 마사안 알렴 라하 아사이밧 아닐 쿠리아 와 인샬라 쿨 오스브레 비 야물 주마 아콜 오스 콜 야물 주마 바사이 바스 마쿠 마샤 아타 아타파 아타파 알 마쿠 케이프쿠 아우알란 하디히 아우알 바스디 비 하디스나 바 우리 또한 우카팀 납시 라쿠 아나 이스미 마디하 민 얄라 코리아 와 타카사스트 루가 아라비아 피 코리아 리무트 아르바 사나왓 와 이단 다라스트 하필 쿠웨이트 리무트 사나와히다 칼 타바드 사카피 와 알할리아 나스터글 칼 무나세카 리헬라트 와 브루스타 시야히아 피 코리아 리스야 하라 벌써 시작하는데? عندكم أي سؤال عني؟ تفضلوا خلال 5 دقائق 7 دقائق نتحدث عن أنا. كم عمرك يا مديحة؟ إن شاء الله بقول لكم عن عمري بعد 10 دقائق. وين مسقط رأسك في كوريا؟ مسقط رأسي في مدينة تبعد عن سيول. 사텐 비싸이아라 타크리반 أنا أحب BTS و أحيان أنيا غالبا أستمع إلى أغاني لفرقة BTS في مترو لما أجل المقطع من بيتي فرقة المفضلة أنا أحب إكسو أكثر شيء عشان أنا فانز من بيكيون كم سنة درسية الحين في الجامعة الحين أنا تخرجت من الجامعة تخرجت من الجامعة في عام 2015 حاليا أشتغل أنت تفضلي عيش في كوريا أو كويت في الشتاء في الشتاء كوريا في الصيف كويت ماديا هل تودين أن تزوري الدول العربية مرة أخرى وما هي الدول التي تودين زيارتها يا بديحة أنا رحت للكويت أول دولة عربية بالنسبة لي بعدين رحت لمصر
بعدين رحت للإمارات، وفي سنة ماضية رحت للكويت مرة ثانية عشان الشغل، وإن شاء الله بعد الشهر يعني شهر مارس أزور الإمارات مرة ثانية عشان أشوف أصدقائي هناك وأشوف معالم السياحية، وأزور الكويت لمدة 3 أيام عشان أحب الكويت وأحب السوق البركية، وأزور قطر أيضا، ولا نفسي أزور للعراق والسعودية عشان في كوريا وايد سياح من السعودية في السعودية. بس إن شاء الله هذه السنة إذا في عندي وقت، إذا عندي فرصة. أنت بتروحي كوريا؟ ميو تصار إيو؟ لماذا لا تزورين العراق؟ بسبب تعشيرة، و لأني ما عندي فعاليات هناك، فإن شاء الله. شكرا. ليش أنتي مرة كيوت؟ شكرا. لازم أبدل الكاميرا عشان شكلي أحلى. تحبين أكل عربي؟ نعم أحب أكل عربي، مثل ورق عنب، هذا أكثر شيء اللي أحبه. ورق عنب ومحش حمام، محش حمام، حمام جربت هناك مرة في مصر، كان لذيذ جدا. أرمي فوري بودريد، تعريف عن بعض التقاليد الأساسية في كوريا. إن شاء الله هذه البث موجود لكي أقدم لكم عن تقاليد عاداتنا عن كوريا. تعالي إلى الرياض، ولا نفسي أزور التحلية في الرياض إن شاء الله. كيف تعلمت العربية بسهولة؟ أنا قاعدة أتعلم كوريا، ولا اللغة العربية تعتبر أصعب لغة في العالم، بس عشق لا ينتهي، ممتعة. وبالنسبة لي اللغة العربية لغة جميلة جدا. يعمل لي فيديوهات لتعلم اللغة الكورية إن شاء الله. قولي شيليا سوريا بالكورية، شيليا. هل اسم سارة يوجد بعض منها في كوريا؟ ما شفت، بس بعض البنات الكوريات عندهم أسامي بالإنجليزية سارة. بدأ شخص بالغ 18، كيف تلتحقين به؟ هل صح تعودون قبل؟ ولا ما أعرف عن المدارس والجامعات، عشان كل المدارس والجامعات عندهم شروط معينة. تعالي مستر، أريد رؤيتك في بلادي، سوف تكوني في ضيافتي إن شاء الله. يلا إذا نبدأ عن حلقة جديدة، ومن اليوم سأعرف لكم عن تقاليد وعادات كوريا. واليوم أنا جهزت لكم عن عمر كوري. يلا نركز على عمر كوري. أنا عندي سؤال، تتوقع أنا كم عمري؟ ولا كل مرة أشوف السياح من العرب دائما يسألوني متى عديني عمري، دائما يسألوني كم عمري، ولا صعب. بس أنتم تتوقعون أنا كم عمري؟ مينوكال 18، حرام 19، حرام 15، حلو أحبك. واحد اثنين، حلو 20، أحبك لورو. أنتم ترى تقولون عمر كوري ولا عمر عالمي يعني عربي؟ الحمد لله، بس كلكم تعطيني عمر 20ات، ما في 30 أو 40. الحمد لله عربي عربي عربي. مينوس 30،
저스트 BTS 하라 말레이츠 아나못 살라스임. 살라스 카비사 아리스. 살라스 샤핫 마인드 겨윤. 아나 오므리 사브르 아나 우리 아랍이 서버 이시리 와 우리 쿠리 티싸 이시리 민우 50 민우 와 이스나 60 라탐 자홈 벨 오므르 릴 바낫 월라 타라 오므로릴 바나 뜻을 알라미 뜻 쉬었어요 쿨로쿰 다리폰 오므리 알힌 다리푼 슈퍼파크 바이나 오므로 코리와 오므로 아라비 콜라콘 샤클라콘 다리푼 안 하다 슈크란 왈라비 야시르 오므리 이슈린 와히드 이슈린 일단 할루니 아슈라라콘 슈퍼파크 바이나 오므로 코리와 오므로 아라비 عمر كوري نحسبها من بطن أم فإذا أنا طلعت من بطن أم أنا عمري سنة واحدة ليش أنا كنت في بطن أمي تقريبا سنة مو سنة كاملة بس تقريبا سنة فيوم طلعت من بطن أمي أنا كان عمري سنة واحدة ومتى يزيد عمركم؟ ليش؟ لماذا تحسبون عمر هكذا؟ لأن نحن كوريون نفكر جنين يعني جنين بعد كائن فأكيد عنده عمر فنحسب عمره هكذا بس ليش فرق عمري عربي وكوري سنتين مو بسنة واحدة؟ عشان عمرنا كوري يزيد في رأس السنة عمركم عندكم يزيد في عيد ميلادكم صح؟ هذا فرق بين عمر كوري وعمر عربي أنا مواليد 1991 عشان كده عمر عربي 27 عمر كوري 29 مينو يعطيني سنتكم سنة ميلادكم عشان أشوف عمرك كوري وعربي إيه صعب شوية فشوف إذا في طفلة عيد ميلادها 2018 ديسمبر يوم 31 يوم ولادته هو سنة واحدة بس بعد يوم يعني من سنة 2019 يوم يناير يوم أول هو سنتين رورو أختار رورو 2022 أنتي ولدتي في سنة 2005 يعني أنتي عمرك روح انت كم
야니 안티 오므로 쿠리 캄스타시 마샬라 안티 사기라 로로 안티 캄 오므르키 알 아라비 엄청 많이 보내주시네 와이 타크톤도 알레까 슈크란 저질라 사밀리 깔 마디아 플리즈 아나 캄스타 알펜 캄스타 알펜 캄스타 알펜 아 로로 안티 무브 아르바타시 안티 캄스타시 야니 캄스타시 나 있음이 벨코리 임상우 우무 무함마드 우무 무함마드 안타 안티 알펜 사바야니 야니 안티 달라스타시 레스 있음 히사베코 우무 무함마드 나 파크르타 안티 아인다키 왈라트 나 우리 아랍이 아시라 아와 와 우리 코리 민나 안 카비사 안라 어떻게 우리 아시 안타 안티 토디니 우리 30 50 캄슈 캄 마르스 안티 알페나샤 자마 50 캄 우리 카비사 안티 이스나 11 안톤 쿨로쿰 아트팔 아스가르 미니 히케티르 마샬라 알레이쿰 와 이단 아나주 하스트 끝사스 뭉티야 متعلقة بالأعمار كوريا أو أعمار كوريا أولا نحن كوريون نأكل حصى اسم بيوكو في عيد ميلادنا هنشوف كيف شكله هذا هو شكله شفت هذا من قبل اي صورة حلوة هذا حلوة ها حلوة هاي هاي حلوة شفت هذا من قبل في مسلسلات كوريا ولا جربت هذا من قبل اي خمسة سب سبعين شفتي ما شاء الله هذه هذا اسمه بيوكو بيوك يعني تحلي بالبحر كيف شكله بيوك هذه نبات تعيش في البحر هنا يوجد تحلي بالبحر وممكن نحط لحم أو مهارات عشان يطلعوا طعم حلو وأنا جربت هذا مرة مع سياح عرب ونصهم يعجبهم كثير ونصهم ما يعجبهم كثير عشان بعضهم يقول لي في ريحة تحلي ريحة البحرية شوية بس هذا طعم حلو المهم نحن كوريون نأكل هذا الأكل في عيد ميلادنا تعرف ليش؟
Finas ma YouTube wa finas YouTube. Asha na kulohada isma kalami. Asha na kulohada akul. Lesh fi umahat badama anjamna anjab. Bada umahat tunjibuna atfar ya kulun hadihi akul. Asha to halibil baharia. غنية بالفيتامينات يعني شيء حلو عشان هي تعبانة من الحمل وبلادة وإنجاب وهذا الأكل يساعدها في التعافي بعد الإنجاب وأيضا هذا الحصى يصفي الدم بس شو الفرق بين هذا فائدة الأكل وعيد الميلاد في كل عيد الميلاد نحن نأكل هذا الأكل بعد نتذكر كم أمهاتنا عندهم وقت صعب في ولادتنا عشان نكون بنت بارا ولد بار عشان ثقافة كوريا من أهم أشياء هو نعتني بوالدينا ونصبح بار تعرفون بار صح؟ فأهم شيء أحب أمي وأبي فنأكل هذا في عيد ميلادنا بس انتبه في يوم اختبارات لا نأكل هذا الأكل تعرف ليش بعد؟ عشان هذه التحلي بالبحرية وايد تنزح لك فنحن نفكر في امتيان إذا نأكل هذا نحن أيضا ننزح لك من الدرجة الأولى يعني نحن فاس نفشل في الامتيان فلا نأكل هذا الأكل في الامتيانات كلامي واضح ما في صورة هذا بس لا نأكل عشان نخاف ننزح لكم من الامتحان فهمت الحمد لله كلامي واضح كلامك واضح أخيرا عرفت هاي جرت الجزائر كلامك واضح الحمد لله كثير من الناس يسألوني ما هي سنة خنزير عندكم ما هي سنة خنزير عندكم شوف عندنا كوريا في ثقافة نعود السنة مع 12 حيوانات هذا الفكرة هذا وكل سنة عنده حيوان معين وهذه كله يدور مثلا هذه السنة سنة 2009 يدور على سنة خنزير لذلك كل شوارع في كوريا يوجد لوحة خنزير ودمية خنزير وأنا مواليدي سنة 1991 أنا ولدت في سنة خروف
하다 하다. 마살라 아하드 민쿤 도우디니 미타 올리드트 피 아이사나 طيب اي حيوان الفين وخمسة خندور مع بعض هنا نكتب السنة بعدين يطلع هنا حيوان انتي دجاج ومن بعد حورة حورة أنتي خروفات مثلي خروف حلو أيمن ألف وتسعة عشر ألف وتسعمية وتسعة ستة وتسعين أنتي فأر وايد وايد أنتو وايد تعطيني هاي عمرك دجاج مين أكتر ستة طيب أختار واحد ماريا خانيم أنتي أيقو أيضا هذا أنتي 2009 يعني أنتي خنزير خنزير حلو بس بالنسبة لكم خنزير حيوان ليس يعني غير حلو مو بحلو بس بالنسبة للكوريين الخنزير يعتبر مال حاف هكذا واو تعرفون شو هذا؟ هذه حصالة نحط كردة فلوس معدنية وأغلبية الحصالات في كوريا شكلهم خنزير عشان خنزير يمثل فلوس مال هذا بس لين حين تعطونا او 1900 1986 انت مين احمد مصري انت نمر ما شاء الله في هذا الجروب وايد ناس وايد ناس صغار وايد ناس كبار ايه عارف خنزير عندكم حرام حق اكل نور محمد محمد انا 2007 بليز انا سويت هذا من قبل بس انت خنزير بعد يعني سنتك خنزير من بعد 1999 أرنب كيوت ترى علاقة بين الخروف وعينب ممتاز إن شاء الله وايد ناس يعطوني أنس أنت قرت عشان أخوي عيد ميلاده 1992 فأنت قرت إن شاء الله لما أحرر هذا الفيديو للبث سفيد سفيدة عاطيني عمرك أرتب حيوانات تدل على كل سنة بعدين أنزل عشان تشوفون ولا ترسلون سنتكم ماذا يمثل نمر عندكم؟ حيوان شجاع عند قوة ممتاز إذا ننتقل إلى ثاني ترى الأسبوع الماضي كان عندنا عيد كبير تعرفون عن هذا؟ كان عندنا عيد الصال صلّى عيد الصال
Can end the night. 왜 나한테 대답을 안 해요? 사나 살레 말레 슈크르틀리 하달릿 이스마 에잇 설 설날 와 비부나 사바티아 라스 사나 까마리아 와 아이아미릿 살라사이아 와 헬라라릿 쿨루나 나루 리베이트 쩌띠 아우 쩌따티 와 나타샤 나타갔다 누솔리프 마바트 와 누살림 알라이젓 와 쩌띠 요디니 에이디아 와 피하달 잇 나쿨루 아클 이스마 떡국 하다바드 하사 샤클라 하카다 와 하달 아부얏 하달 라이스 케이크 나트바흐 오르스 와 누타헨 바덴 야시르 샤클라 치디 바덴 나하트 베다 와 바살 와 라함 와 나글 나트바흐 와 عندنا قصة بعض إذا نأكل هذا صحن واحد بعدين يزيد عمرنا بسنة وأبوي دائما يأكل صحنين بعدين يمزح معي أن زاد عمري سنتين إيه عندنا ثقافة إيديا بعض نفسكم هاي شنطة صغيرة هاي شنطة قاعدية في كوريا ونحط هنا فلوس بعدين نعود للأطفال ثقافة حلوة صح؟ ايه عجيب انا كل يوم أكله عشان يزيد عمري أنت تبي تصير عمرك أكبر من الحين لا تندم تعجبني ثقافة كوريا كثيرة جنان جنان شكرا خبيثة كيوت شكرا تأكل ديدان شو يعني ديدان ديدان لا كل ديدان تحبين كيمتشي؟ نعم أحب كيمتشي كيمتشي طبقة رئيسية كوريا الفكرة كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد صال رأس السنة القمرية أنا عيد ميلادي لازم تتذكر لازم تتذكرون أنا عيد ميلادي يوم 29 شهر يونيو لازم تتذكرون وترسلون هدية لبيتي نحن نقدم العيدية في أعيادنا أما بالنسبة للأكل يختلف من بلاد عربي لآخر حتى في كوريا يوجد أكلات معينة لازم نجهز حق العيد وهذه الأكلات تختلف على حسب المنطقة مثلا مسقط الرأس أمي قريبة من البحر فبيت لأمي يجهز أكلات مع بحريات بالنسبة لبيت أبوي بيته يقع عند الريف ما في نهر ما في بحر فكل شيء خضروات ولحم هكذا يختلف شوية ماذا يمثل الدجاج عندكم؟ بليز ردي الدجاج عندنا يمثل حيوان مجتهد يعني يشتغل ويدرس وبجد وباجتهاد نغم شكرا انت اهلا
أبي أكبر تعليقك يا نغم. أي مدينة تحبين في كوريا، سيول أو بوسان؟ أنا شخصيا أحب سيول عشان هناك في نهر وجبال وكل مباني متطورة، وفي قرية شعبية تقليدية بعد موجودة. بس أحب بوسان، بس بوسان بعيد عني. عندكم أي أسئلة متعلقة عن العيد أو رأس السنة أو عيد ميلاد أو عمر كوري؟ إبراهيم، أين إبراهيم؟ إبراهيم الحين ممكن يدرس، ما أعرف، بس الحمد لله هو بخير، هذا أهم شيء. حب الله ورسول، هل يجب شباب كوريا العربية أو يحب شباب كوريا العربية؟ هل ممكن يتزوجهم؟ عن الحب ما أعرف. اسم كيف يختارون الكوريا؟ عادي أنت تختار ولا كيف؟ إن شاء الله أنا جهزت حلقة قادمة، يعني إن شاء الله قادمة جهزت حلقة عن الأسامي كوريا، بخبر عن هذه القصة لكم. أي دولة عربية تحبين؟ أحب كل الدول العربية، بس من الدول اللي زرتها كل حلو، عشان كل الدول العربية تختلف، ما أقدر أقارن. كويت أكلات مباركة حلوة، مصر أكلات حلوة، الإمارات أكلات حلوة، كل أكلات حلوة. شو أي أكل أحبها؟ في الكويت أنا جربت، في كل يوم الجمعة رحت لسوق سمك وشريت سمك حل كبر كبير، بعدين جبت هذا إلى سوق مباركية، بعدين مطعم يشوي، بعدين أكل مع حمص برمان وخبز بسمسم. وفي مصر رحت لبيت صديقتي وأمها طبخ، عزمتني حمام محشي لذيذ. وفي إمارات أحب خبز رقاق، باراتا، شاي كرك، بقيمات. هل تحتفلون بعيد الفطر وأضحى؟ المسلمون الكوريون ممكن يحتفلون بعيد الفطر وأضحى، ولكن الشعب العادي صراحة ما يعرفون عن هذا العيد. حمام محش، أيوة حمام محش كان لذيذ جدا. أنتي كيوت، شكرا. جماعة أنتم تابون يعني بث لتعلم لغة كوريا معي؟ عشان ما أعرف ولا بصراحة راح تستفيدون مني أو لا، عشان أنا مو مدرسة ولا مو معلمة محترفة، فما أعرف. إيش اختلاف نودلز عن راميان؟ أوه يوسف، أنيا نودلز باللغة الكورية يعني نفس الشيء راميان. نريد بث مع دلال، جيبي دلال عندي، أريد أتعلم كوريا إن شاء الله بجهز. أي فرقة تحبين من فرق كيبوب؟ أحب إكسو أكثر شيء. هل لدى كوريون برنامج واتساب؟ لا، عشان نحن نستخدم البرنامج اسمه كاكاو، بس بعض الكوريون يستخدمون واتساب لكي يتواصل مع الأصدقاء الأجانب مو الكوريون. ماديا، هل عندما تعلمت العربية هل قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا لم تقوليها قوليها الآن. أنا حضرت محاضرة ثقافة عربية وإسلام، وهناك تعلمت عن الشهادة، عشان كل دكاتير في الجامعة
Sakalu, Ridulab, Rajin Data Alam, Sakafa, Wadiana, Walhayatukum, Lika in Data Alam, Rogatukum, Al Arabia. Irak, Aba, Walla, Aruh, Lirak, Wad. Come see the second Korea Festival Hal Madina. See you هذه مدينة تحديد عاصمة كوريا وأسعار الشقق ولا تختلف على حسب المنطقة ونوع إعمار مثلا هاي مبنى ولا شقة ولا بيت وكم غرفة إيجيبتو دو 또 가고 싶어요 الجزائر أنا شفت واحد الجزائري في كوريا كان بفضله عندي انطباع حلو بالنسبة للجزائر هل تعلمين بيجي؟ ما أعرف شو هذا كم سنة استغرقتي لي تعلم اللغة العربية أخذت نص سنة لتعلم حروف اللغة العربية بعدين سنتين أو 3 سنوات في الجامعة بعد الجامعة ممكن أتحدث مع العرب شوي شوي بس تطورت لغتي للعربية بعدما اشتغلت كالبوست السياحية مع سياح عرب ما أكثر شيء تحبينه في الثقافة العربية؟ أنا أحب الثقافة العربية عموما يعني بشكل عام ولكن بخصوصا أحب الثقافة العائلية أنا وايد شفت عائلة كبيرة يعني العرب عادة يجون لكوريا بشكل كبير أم أب أولاد وأحفاد وأكثر عائلة كان عندي 15 شخص جد أب أم أولاد وحفيد واحد ودائما أخ كبير أو أخت كبيرة يعتني بأولاد يعني أخوان وإخوات الصغار وكان هذا حلو يعجبني نفس ثقافة كوريا تشبه ثقافة كوريا تقريبا أي أنا أحس بالضبط ثقافة عربية وثقافة كوريا متشابهة كثيرة حتى لما رحت لقرية شعبية ما مرة رحت هناك مع عائلة كويتية وواحد حرمة كبيرة عمرها قالت لي أشكال البيوت أشكال الباب متشابهة مع حق الكويت هل برأيك اللغة الكورية أصعب أم عربية أصعب؟ من أي ناحية؟ ما أعرف والله بس ترى اللغة العربية أصلا لغة في العالم بعد اللغة الصينية واللغة اليابانية واللغة الكورية بس ما شاء الله أنتم لغتكم أصلا لغة في العالم فأكيد ممكن تتعلموا اللغة الكورية بعد بسهولة بعديها متزوجة ولا لا ليش تبي تعرف ثقافة بعديها ثقافة كوريا تشبه ثقافة صينية أو لا في شيء متشابه وفي شيء غير عشان في شيء متشابه عشان نحن قريب مع بعض وفي شيء غير متشابه عشان نحن كوريا بلاد بروح وصين بلاد بروح لكن من ناحية الكتابة الكورية أصعب صح؟ ترى اللغة العربية أصعب شيء عشان حتى حرف واحد شكل يختلف على حسب الموقع لما يقع في بداية الكلمة أو وسط أو نهاية أو بروحة صح؟ أكيد أنا متأكدة لغتكم كوريا ستتطور وستتحسن مع مرور الوقت
말주 하덕궁 와 이즈티 하덕궁. 와 كثير الناس يسألوني شو حسابك على انستغرام؟ انستغرامي هذا يلا كوريا. تابعوا الحين عشان ابي فولوز.로로 아르두키 사비바스타 توعلمينا اللغة الكورية حروف رصاصية وحركات هايدا. بالنسبة لحروف رصاصية الكورية أنا لقد علمتكم ونزلت فيديوهات على قناة يلا كوريا، فممكن تشوف هناك. كيف نرقب الجملة بالكورية؟ إن شاء الله. هل هناك عرب في الجامعات الكورية أم في الصراحة في وايد؟ أغلبيتهم يدرسون هندسة، بس في طلاب يدرسون اللغة الكورية، لغات أو ثقافات أو شيء، اقتصاد بعد. بعديها تكلمينا عن المدرسة الكورية. أوه هذا بعد معاضو حلو، بجهز المدرسة ثقافة مدرسة، بعدين أصيبت معكم. هل الجو لديكم بارد؟ إيه بصراحة الحين في شتاء عندنا، وحتى اليوم في ثلج، كان ثلج وايد وايد برد. لازم ألبس جاكيتات ثقيلة، وشاح، قفازات، كل شيء اللي يدفيني لازم ألبسه. على فكرة يلا الحين حان وقت الانتهاء البث. إن شاء الله. كيف كان بث اليوم؟ أعطيني ردود أفعالكم. Can you speak English? ممكن إن شاء الله. ممكن تتكلم بالكورية؟싫어요. 헬로 봤어요. 쿨요. 몰라? 함두릴라. 와 타라 이다 아인다코 마오드 카스 타부니 아타나와루후 우쿠투브 탈릭 타라나 슈프콜로 탈릭카투쿰 올라 슈크런 저질라. 함두릴라 함두릴라 바스 헬로 바스 바스 마타 루티나 아미라 카우페르 카우페르 아시파. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا عارف اليوم يوم الجمعة، والحين عندكم تقريبا ساعة واحدة أو سنتين. وأنا سمعت من أصدقائي العرب يوم الجمعة أنتم تروحون عند بيت الجد أو جدة وتسلمون عليهم وتتغدون، يعني تقضون وقت معهم. بس شكرا جزيلا على المشاركة في البث معي حتى في يوم الجمعة. إيه إن شاء الله أستطيع كل جمعة. بس ولا ما حسيت كيف يمر الوقت، ولا الوقت مر بسرعة. إيه بحفظ بث وبحرر نقطة نقطة نقطة، بعدين بنزل الفيديو عشان أكثر الناس يعرفون عن قناتنا وثقافتنا وثقافة كوريا وعاداتنا. إيه عندكم تقريبا ساعة واحدة. الحين عندنا ساعة سبعة إلا 10 دقائق. أعيش هجرة لكوريا وطريقة تعيش فيها. إن شاء الله لا أعرف جيدا عن هذا، ولكن بحاول. طبعا بدي هل تحبين متابعين إذا من العراق؟ طبعا أنا أحب كل دول العربية عشان أحب اللغة العربية، فأحب كل الناس اللي يتكلم اللغة العربية. يلا إن شاء الله وقت نهاية. شكرا جزيلا على مشاركتكم في باف. هل جامعة كوريا على حسب المعطل ولا
카스를 하다 약탈리 팔라 하사비 자미아샨 에인다 훈 니담을 카스리 꼬불릴 뚜라블 아자니 팔라짐 타바시 날랄 구글 바데 타타 아카데미널 자미아 일리타비 타도 굴리나 예라 바이 사이 마살라마리 꼴로 마살라마 마트로 헤이 솔리세트 슈크란 바로 헬리 두바이 샤하리아이 인샬라 Yala, kulo masalama. Annyeong. Annyeong. Sonia, 님 인사하실래요? 마살라마. 나 엄청 좋지 보인다. 이게 화면이 파래가지고. 마살라마. 안녕.